تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي بعد انتهاء مباراه طلائع الجيش والاهلي بالتعادل. معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد بقول لك يعني هارد لك وهي دي الكوره. بس يا كابتن سيد يعني بره اي حسابات، يعني انا اللي اعرفه واللي اتعلمناه في الكوره الفار ده بيبقى بيدي للناس حقوقها. كل مباراه، المباراه اللي فاتت واللي قبل منها واللي قبل منها، يبدو ان الفار مصمم ان يخسر النادي الاهلي. النهارده في كوره فيها شك كبير جدا ان الكوره جول وما نروحش للفار. طب ما تروح يا كابتن ابراهيم بص على الكوره. انا ما بتلككش بتحكيم وما بتكلمش على التحكيم، ولكن حالات الفار كل ماتش الخبر التحكيم بيقولوا زي كره اجايل مره تشرفات ضربه جزاء وقبلها وقبلها وقبلها، والنهارده في كوره فيها شك كبير جدا ان الكوره هدف. لحد امتى يا كابتن سيد هيفضل النادي الاهلي يعاني من اخطاء تحكيميه بيدفع ثمنها بطولات؟ طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النتيجة يعني مش مرضيه اطلاقا خالص، في ظل صراع كان مهم قوي ان احنا نوصله للاخر. يعني طبعا يعني في لسه شويه وقت، لكن الامور طبعا بتصعب. انا مش هاكد على الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت في بعد مباراه انبي، احنا السبب بشكل كبير قوي 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 في عدد من المباريات والنقاط اللي فقدناها السنه دي، كانت كفيله انها تحسن من الوضع بشكل كبير جدا جدا. مش هدي برضه، هقول نفس الكلمتين، المبررات اللي احنا قلناها والحاجات اللي احنا قلناها كل حاجه بتنتهي خلاص، بتبقى بس النتيجه. يعني اسفين جدا لحاجات كتير قوي عملناها السنه دي في الدوري المصري، اجتهدنا بشكل كبير قوي في البطوله الافريقيه، ربنا كرمنا في 27 نوفمبر ببطوله افريقيه مع على حساب الزمالك، ثم 5 ديسمبر على حساب طلائع الجيش في الكاس، ثم 11 فبراير على ثالث عالم، ثم كاس السوبر الافريقي يوم 28/5. ده اثر بشكل كبير قوي في المباريات المحليه اللي اتضغطت اصلا بشكل مش طبيعي ابدا، مش ممكن ابدا اللي يكون حطها انسان عنده خبره في الكوره، لا انسان قاصد يعمل حاجه معينه وحصلت. احنا فقدنا 10 نقاط في 9 مباريات لعبناهم في رمضان.